حقيقة لم تمنعني حالة جنوبية من الحديث عن اللوحات السابقة دي في الحرب والعباسية في السودان أو المدينة التي أتمنى أن لا تسقط، بالرغم من أن القساوة ودي موجودة في القرع ثم انتقلت إلى العمل التشكيلي التوال. اللوحة دي في مفهوم العدمية والوجودية، العدم والوجود يعني. كمال أنت انتقلت إلى سيدي أبو الحجاج بسرعة لن أستطيع أن أجاريك فيها، وهذا التمساح اللي يتولد من فهم الحقيقي لمعجزات أو كرامات الشيخ سيدي أبو الحجاج. أما هذه العرضة فهي حالة شرقية جنوبية يعني. ثم نعود إلى لوحة التزاوج، ثم السيلف بورتري أو المجموعة المرسومة بالحنة والنار كتجربة سابقة. ده سيلف بورتري عندما كنت شابا يافعا، لكن أول مرة حاولت أن أجلد نفسي بعد دخولي للحالة الجنوبية. أنا عشان كده عايز أكد لك أن الحالة الجنوبية عملت فيها عمايل كبيرة جدا. بعد الحالة الجنوبية أقوم أشوف أنه أنا تولدت بين النقائب. صفارة القطار بعد ما كانت صفارة القطار أصبحت تحمل وجع الفراق وألم فراق الأحبة، وزغاريد النساء ترحب بميلادي أنا صرخة في حي السجانة مني طفلا مولودا عصرته أنفاس عجلات القطار. وأنا من يوم ما مستقر على المستوى الجغرافي، على المستوى العلمي، على المستوى الاجتماعي، كل المستوى أنا في حالة تغير مستمر، وأعشق التغير وأعشق التمرد على الواقع. أنا بفتكر أنه دي حالة جنوبية. الغوص في الحالة الجنوبية بإدعاءكم أنه أنا أكتب وأمركم لي بالكتابة خلتني أعيش تحت الضغط الذهني وأقع في براسم الغيبيات وما تحمل الروحانيات وما تحمل من غيبيات وما تحمل من غيبيات. هذه حالة جنوبية أتمنى أن تكون يعني 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 هذا الحديث لنا نحن كثلاث أن يكون جزء من 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 أطروحتنا يعني. جزء أن نعيش نحن بصدق شديد جدا ونخرج ما في بطونة. والله بطونة دي فيها كثير يا جماعة، إنت بطنك بالذات فيها كثير خالص. بس كده دم ميلادي يا عم.